استيقظت درنة اليوم على هجوم شنته ميليشيات الكرامة على محاور المدينة الشرقية والجنوبية بغية اقتحامها. مراسلنا في درنة أفاد باندلاع الاشتباكات بين قوات شورى درنة وميليشيات الكرامة من جديد حيث بدأت بقصف مدفعي متواصل وتحليق لطائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار بالإضافة إلى تقدم الدبابات والآليات الثقيلة. اشتباكات هي الأعنف منذ أشهر. استمرت قرابه ثلاث ساعات متواصله اسفرت عن مقتل سبعه عناصر على الاقل واصابه اكثر من عشرين اخرين من صفوف ميليشيات الكرامه وصلوا الى مستشفى مرتوبه وفق ما اكدته مصادر متطابقه ورغم تفاوت الامكانات العسكريه والفنيه بين الطرفين الا ان قوات شورى درنة تمكنت من صد الهجوم والحقت بالميليشيات خسائر كبيره حيث استهدفت اليه المدرعه وتمكنت من تعطيلها لتتمكن عقب ذلك من استهداف واعطاب اليه اخرى وفق ما افاد به مراسلنا ميليشيات الكرامه كثفت قصفها باستخدام منصات صواريخ الجراد بي ام 21. على محاور الحيلة جنوبية درنا بشكل عشوائي تجاه مداخل درنا القريبة من الأحياء السكنية ومع تواصل تبادل إطلاق النار بين الطرفين تمكنت قوات المجلس من استهداف دبابة تابعة لميليشيات الكرامة بمنطقة الفتائح ومع احتدام الاشتباكات تمكنت ميليشيات الكرامة من التوغل داخل مصنع للدقيق بداث المنطقة قوات المجلس بدورها ضيقت الخناق عليها واستمر الضغط على الميليشيات حتى انسحابها الى خارج الحدود الاداريه للمدينه كر وفر هجوم وصد موت ودمار ارواح تزهق ومعالم تقصف كل ذلك بالتهمه المعلبه محاربه الارهاب وبالمقابل العالم كله يتفرج ويغض الطرف عن حقيقه ان درنا هي من حاربت ارهاب الدواعش وان من يهاجمونها اليوم هم من فتحوا الممرات الامنه لحمايه الدواعش